كان الكف علي ينزل. اتجوزت واخدت الزين وحب للزين وجاب غلام وصار يقول لي يا بابا ولا امشي من هون ازيحة. دارت فينا هالايام صار في عندي كتير كلام. في ساعة مساء الأب وبنته مجتمعين. ابن مين هذا النضوي ها؟ شو بيعرفني؟ بس هو عامل تاج لصورة أبوه. هيا هون بابا، هيا هاي صفحة أبوه. شايف بإيده كاس، شو هذا اللي بيشربه؟ هذا؟ أكيد هذا عصير تفاح. روح اتأكد بكل الصور بابا. شايف كل كومنتاته وتويتاته، مسخرة بمسخرة. لا لا يا بابا، بس هو كتير خفيف دم. شوف شوف قدي عنده فريندز. يا بنتي، الشاب مش بعدد الفريندز والفولورز. بس أنا يا بابا بحب كومنتاته ولايكاته، بحب تويتاته وريتويتاته، بحبه يا بابا بحبه. وبعد ساعات من النقاش والبحث يوافق الأب على طلب ابنته عشان يخلص منها، وتضع على صفحتها على الفيسبوك in relationship أي إنها في علاقة. بطلب العريس إيدها على سكايب. إحنا جايين طلبين إيد بنتكم الغالية لابننا النضوي. ببعت لها الخاتم بالبريد السريع، بيجيب لها الزفة على الويب كام. بيفتحوا أكاونت واحد على السوشيال ميديا، بتلقوا التهاني والتبريكات على الفيسبوك والإنستغرام، وبيجيبوا أولاد وبنات attached file. وفي يوم ما فيهوش ضوء قمر تيجي البنت وبتبكي عند أبوها. بابا بابا الحق الحق يا بابا الحق، شوف بنتك شو صار فيها، جوزي عمل لي unfriend. شو بتحكي يابا؟ أنا الحق علي اللي أمنته على بروفايلك وفرنداتك وكومنتاتك. بس يا بابا. بلا بابا بلا زفت، بقول لك زم الأولاد وارجعي على بيت أبوكي.